يقول المشاركون الذين حضروا إلى هنا للمشاركة في هذا التجمع الجماهيري في الدوار الرابع في عمان مقابل مبنى رئاسة الوزراء أنهم يريدون التأكيد على الرسالة التي أرسلوها أمس للحكومة، وهي تحميل الحكومة الأردنية مسؤولية مقتل الكاتب ناهض حطر بسبب فشل الحكومة في توفير الحماية اللازمة له، خاصة وأن حياته كانت مهددة. أنا باعتقادي أنه آن الأوان أنه نسمع صوت جلالة الملك بأن يضع حد للمستهترين بكرامة الشعب الأردني وأن نجدهم خلف القضبان. مطالب الناس أنه المحاكمات تكون جوا قصر العدل مش على بوابة قصر العدل، لهيك إحنا عم نطالب بإسقاط حكومة الملقي. الأردن بسبب وحدة نسيجه الاجتماعي، بسبب حالة الاعتدال، بسبب القناعة بأنه في مكونات في المجتمع محترمة وحقوقها مصانة ومكفولة بالقانون، لا يجوز أنه هاي الحالة الاجتماعية المتميزة بالمنطقة والفريدة بالمنطقة أنه تكون مهددة بخطاب التطرف والكراهية. نستقي من الرجاء ولن نقول للعدا كالعبيد. يشيد المتحدثون هنا بالأردن كبلد متعدد الثقافات والمذاهب، والذي نأى بنفسه عن الانزلاقات والتجاذبات الإقليمية سواء منها الطائفية أو المناطقية التي تشهدها دول الجوار. المشاركون هنا يقولون أنهم حريصون على تنفيذ أحكام القانون ويطالبون الحكومة الأردنية بالاقتصاص من قتلة الكاتب الأردني. عصام الكرماوي، بي بي سي، الدوار الرابع في العاصمة الأردنية عمان.